بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعزي الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام باستشهاد أبا عبد الله الحسين عليه السلام. تعرف هسه احنا شعارنا الشعب يحمي الدولة، نحن نحمي الدولة بحقوقها وشرعيتها. احنا مطالبنا مثل ما عندنا صوت وصلناه للبرلمان، احنا ندعم هاي الدولة. احنا ما نريد يعني تشكيل حكومة تكون سريعة، عندنا مطالبنا انه تشوف الوضع حاليا ما يتحمل، احنا وضعنا تعبان. فاحنا نعم نطالب بالتسريع تشكيل الحكومة المنتخبة من الشعب. احنا اصواتنا اعطيناها للبرلمان وصعدناها بهيج، وكان عندنا مطالب يمه. فاني طبعا يعني انا تعبت على هذا الصوت ووصلته، واريد يشتغل لي بخدمات، اريد يشتغل لي ببنية تحتية. فاني ما تقدر انت تجيني تمحيني تقول لي لا والله فلش البرلمان. فاحنا عندنا هذا مطالبنا، احنا ويا الدولة ونريد تشكيل حكومة. وتشوف احنا الحمد لله وشكر ناس مسالمين، وهذا وضعنا، وما عندنا اي تجاوزات على القوات الامنية. احنا ويا القوات الامنية ونطلب من المتظاهرين بانه من يطلع يريد يوصل صوته يوصل صوته باحترام. من يسمح لأي واحد يتجاوز على أي كيان سياسي، إن كان شيعي، إن كان سني، إن كان كردي. شكرا لك، الله يحفظك.